يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: دعاء بعض الأئمة في القنوت بقوله: يا من لا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون، ما رأيكم بهذا؟ هذا غلط. يصفه الواصفون بما وصفه، بما وصف به نفسه. يصفه الواصفون بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا اللفظ غلط. نعم.